هل في منتجات مختلفة هيطرحها البنك الأهلي في هذه الشهادة عن بنك مصر مثلا؟ بالضبط، في شهادة، في برضو القرض اللي هو للعاملين بالخارج، ده برضو يتيح بقرض حتى 3 مليون جنيه بسعر فايدة 2.25% أقل من سعر قرض البنك المركزي، يعني حوالي 17%، وده برضو مقابل التعهد من العميل أنه بيحول قيمة في القسط، يعني لو أنا بديله على 4 سنين القسط القرض، يقدر في عند كل تاريخ القسط بتاعه سواء شهري او ربع سنوي يحول لي مبلغ من المال من الخارج يسدد بيه هذا القسط، فبالتالي هتبقى ميزه ليه انه واخد بسعر كويس وانه بيقدر يحول من الخارج الى المبالغ اللي هو بيسدد بيها القسط بس. دي شهاده، وفي منتج جديد ان شاء الله سيد الدكتور رئيس هيئه الرقابه الماليه مع رئيس شركة مصر تأمينات الحياة مع رئيس البنك الأهلي الأسبوع الجاي إن شاء الله يبقى فيه إيفنت كبير ونعلن عن منتج جديد برضو، أول ما تخلص الخطوات التشغيلية بتاعته إن شاء الله يعلن برضو، ده هيلبي احتياجات المصريين بالخارج وهيكون مفيد جدا. يعني مرة تانية بالنسبة للمصريين في الخارج، المرتب مفهوم، لكن أي قرض آخر لازم يكون عامل بالخارج ولا ممكن يكون مثلا عنده إقامة؟ هو بيتعهد ان هو بيحول المبالغ، انا عارف ان فيها قدر من المخاطره لكن احنا قادرين على ان احنا ناخد هذا القدر من المخاطره معاهم. يعني هو انا بس بتاكد ان هو في جهه عمل بيشتغل فيها، ده بتاكد انا من ناحيتي، وبيكون انه عنده جواز سفر ساري طبعا وعنده تصريح عمل وتعهد بتعليمات مستديمه للبنك بتاعه بتحويل القسط. هو اللي بيتعهد ولا جهه العمل اللي بتتعهد؟ احنا بالنسبه لنا عندكم هو هو يتعهد. يعني احنا انا بقول لحضرتك انت ما فيش ائتمان ما فيهوش مخاطره، لكن ده اكيد مخاطره محسوبه. أكيد مخاطره محسوبه ان انت بتشوفي العميل شغال ومعاه تصريح عمل طبعا. لا انا قصدي ممكن الإقامة. يكون شخص اشتغل بره كتير رجع مصر ما زال عنده فلوس في دوله ما، يقدر ان هو يحول من خلالها، هو ده اللي انا بتكلم عليه، ان هو هل لازم يكون مقيم في هذه الدوله ولا هو بيتعهد وخلاص وبالتالي ممكن يحول الاقساط من هنا؟ لا هو حاليا اللي هو بيعاملين في الخارج، مش خلاص جه استقر هنا. فهمت. لان انا بقى بشوف انا هنا بتكلم على دخل، انا عايز دخل مستدام مش واحد جراح، لان لو هو موجود في مصر كده هسلفه في مصر بالدخل بتاعه، موجود بالخارج بسلفه بناء على الدخل بتاعه.